أفين الشباب هانين بخير؟ أنا جيت لكم عاوتاني بقصة أخرى، وجدوا راسكم. هاد القصة هادي غادي نعاود عليها على واحد الساحر، بلا مدخل في التفاصيل بزاف حيت غتعرفوها في الوسط تاع الفيديو. لحيت في الوسط تاع الفيديو ولا في الفيديو كله؟ بعد ما تنتكلخ خليكم مع الفيديو. فيديو 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 تعرفش تندمك. حتى بغيت نصور انا عندكم التقريب تخربيق صافي. المهم القصة كتبدا مع واحد الساحر خطير اللي فريمون درس على الشعوذة وقرا شحال من حاجة. هادشي كامل دابا تعرفوه منين تعلمو. المهم غير بقاو معايا في القصة. كان واحد النهار اللي مشى لواحد الدار باش عاوتاني يدير ديك الشعوذة ديالو، وديك الدار كانوا فيها واحد ثلاثة دريات، عائلة داك الدريات هما بحال مسوسين بشياطين ولا شي حاجه. من بعد هو مشى تما كاين مع هو اصلا غير طاهر، يعني ما كيقراش قران، ما معتقدش بان الله كاين، وشحال من حاجه عنده في ديك الدماغ، يعني بحال قلتي كافر ولا ملحد. هذيك الشيء علاش غادي يقدر انهم يدوي مع هذوك الشياطين ولا القارين ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كان مشى لديك الدار و انفو بدا كيدير داك الطقوس ديالو داك التخربيق باش يدوي زعما كاين مع داكشي اللي في دوك الدريات. حس جا واحد احساس غريب ما عمر ما حسو، حس باللي صافي راه غادي ينعس ولا شي حاجه غادي توقع ليا، يعني عيني بحال شي تلصقوا بالنعاس كما كنقولوا حنا. من بعد قال لمول الدار خلي ليا شي بيت باش نرتاح، حسيت براسي بحال عييت ولا وقع ليا شي حاجه. هذاك السيد مول الدار قال لي صافي واخا مشى عطاه واحد البيت اللي يرتاح فيه ونعس، قال لي غادي ينعس واحد شويه ومن بعد عاد باش نوض. صافي خلاه ينعس ارتاح، وفي ديك النعسه هي فين تقدر انها جاتو بحال شي تنبؤ، هي التوبه ديالو من عند الله سبحانه وتعالى هي اللي جاتو. ايوا نعس وهو يحلم واحد الحلم في شكل، حلم راسو بانه مات وكفنوه وتدفن وهادشي كامل، يعني حس براسو هو بحال كان فايق في ديك اللحظه ماشي كيحلم، بقوه ما انه كيحس بدوك الاحداث اللي واقعين اللي داخل في بالو. ملي حطوه بحال هكا في القبر وبان ليه كلشي مشى، بدا زعما كاين بحال تقلب على شي ضوء فين يضوي ليه داك الظلام اللي كان فيه ولا شي حد يدوي معاه، والو ما لقى حتى شي واحد حداه. واحد شويه جاوا بحال تقريبا بحال كما كنقولوا دوك الملائكه اللي كيسولك باش كتكون على القبر، قالوا ليه زعما ما هو دينو اللي هما شي سميه من دوك الاسماء ديال الكتب ديال الشعوذه. قال لهم زعما بحال نعطيكم اكزامبل بحال هو قال لهم زعما انا متبع شمس المعاد شي حاجه بحال هكا. المهم من بعد بدا كيدوي معاهم عاوتاني، قالوا ليه من هو نبيوك وشي حاجه بحال هكا. هو ما كانش معتقد في الديانه الاسلاميه، يعني ما عرفش كيفاش يجاوب، وقالوا ليه نوض صلي. قال لهم انا غير طاهر يعني ما عنديش كندير نصلي. جابوا ليه واحد الماء باش يتوضا به، وهذيك الماء بحال شي حاجه كتغلي، يعني هو كان خايف لواحد الدرجه انه يعني بقى غير واقف، واخا تيامر ولا شي حاجه بقى غير واقف ما دير حتى شي حاجه. تجاز واحد اليد من التحت بحال قال دفعوا شي حد ولا شي تويسيه باش تلاحل ديك الماء تغلي. هو بقوه ديك الخلعه هو يفيق، بدا كيغوت ديك الغوته، ديك الغوته يعني راه حس بانها ماشي طبيعيه، خلع مالين الدار كاملين جاو عنده وقفوا بحال هكا. قالوا ليه مالك شنو واقع، واش خفتي زعما حيت بناتنا فيهم شياطين كما هما اللي داروا لك هكا؟ قال لهم لا هادشي ماشي خلعه، غير انا حاسس براسي عيان متعب شي شويه، داكشي علاش ما انا ما كنخافش من داكشي. قال لهم صافي غير خليوني نرتاح. مشاو عاوتاني لقيته اللي غادي يرجع ينعس ويلقى باه في الحلمه ديالو، تا هو عنده نفس داكشي. هنا فين غتعرفوا اللعيبه اللي قلت لكم في الاول. المهم باه هو اللي ولات من عنده ديك الشعوذه والسحر اللي كان حاليا هو تيديرها. ملي نعس لقى باه بانه كيتوضا بنفس داك الماء اللي كانوا عطاوه في الاول ملي كان في القبر. ايوا باه قال ليه حاول انك تستغل هذه الفرصه، ما حد جاتك التوبه ورجع لله، حيت راه هو اللي يقدر يعتقك من هذا الشيء، حتى واحد ما غادي يوقف معاك. هو صافي يعني داكشي بحال زاد خلعو، قال صافي اللي ليه صافي غادي نتوب.
مشى في ديك اللحظه فاش فاق توضى وقال للمولد يعطيه شي حوايج اخرين باش يتوضى بهم. ملي دخل عرف بان غتوقع ليه شي حاجه. ينفو دخل الطواليت باش يتوضى هو كيغسل وكيطيح منه الدم بحال مجروح هكا ولا شي حاجه، ولكن هو راه غير عادي والدم كيبطل الوضوء. يعني هو بقى كيحاول، يعني واخا كيطيح منه داك الدم وداكشي بقى كيحاول صافي حتى توضى بقى كيخرج منه حتى شي حاجه ومشي يصلي. تما فين غتبدا الحرب ديال بصح. ملي مشي يصلي بداو كيبانوا ليه هذوك ساعتين وداكشي اللي كان وحده من ديك الشعوات اللي كان كيدير بحال هكا كيرجع عليه داكشي، وبداو كيفتنوه زعما وكيتيفوا ليه بشي صفات اللي انها مثلا شي بحال شي بنات زوينات ولا شي حاجه باش هو يشوف داكشي ومن بعد يخلي الصلاه ويخلي التوبه ويخلي كلشي. ايوا هو قاوم بدا كيدعي الله يا ربي تسمح لي على هذه هذه صافي بدا كيدعي الله. واحد شويه كيسجد وكيسجد وكاين شي وحده بحال تتجي قدام معاه باش كيكون كيسجد هكا وكيطلع كتبان ليه قدامه زعما باش هو يشوف داك الشيء الفتنه وداك التخربق يمشي عندها ويحيد ديك الصلاه. بدا كيدعي في الصلاه يا ربي تبعد عليا يا ربي هذه الله سبحانه وتعالى استجب ليه صافي حيد عليه داك الشيء. ايوا ملي بقى بحال هكا فايق حتى وكال ودى الفجر قال للمولد دار يلاه نمشيو نصليو الفجر. هو استغرب السيد كيدير عارفو انه كيدير الشعوذة والسحر وداك العجب. فاش قال لي يلاه نمشيو نصليو الفجر جاتو غريبة قال لي واش بصح قال لي يلاه كندوي معاك. مشاو يصليو ومن بعد اون فوا فاش هذاك الساحر كان خرج من الجامع تصلى وخرج من الجامع حس براسو بحال انسان اخر، حس براسو يعني يلاه تزاد عاوتاني في الدنيا رجع في واحد الهيئة اخرى لا ترخى شي شوية ولا مرتاح. ايوا صافي من بعد فاش مشى للدار عند مرتو كانت نهار الجمعة وكان غادي يصلي. المهم قال ليها شوفي راني رجعت لطريق الله وتبت وشحال من حاجة ولكن هادشي اللي عنده العواقب ديالو. من بعد مشى للجامع نهار الجمعة باش يصلي وكان واحد الجامع اللي بعيد عليه واحد الدرجة كبيرة، ومع ذلك داكشي من عند الله انه يعني قدر انه يوصل داك الجامع واخا بعيد عليه باش حد داكشي مكتاب ليه باش يسمع ديك الخطبه ديال الامام اللي غادي يقول خاصه على السحرة والشعوذة وشنو العذاب ديالهم وفي الدنيا قبل الاخره وشنو الله غادي يجازيهم وشحال من حاجه. هو في ديك اللحظه زاد اثر انه باش يتوب من يسمع الهضره ديال داك الامام اللي خطب ليهم نهار الجمعه. من بعد سول على الدار من سالت نهار الجمعه سول على الدار تاع هذاك الامام ومشى ليه وعاود ليه هادشي كامل اللي وقع ليه وقال ليه حنا اخوتك في الاسلام وغنعاونوك وان شاء الله غادي تولي احسن من هكا صافي. يعني داك الامام مشى هو ويا واحد الجمعيه وبقاو كيدويو على هادشي حتى وكان رجع للدار. ملي رجع كلما تشوف صافي الحمد لله يعني انا ما غنبقى ندير حتى شي حاجه ولا تبت الله ولكن هادشي راه عنده المخاطر ديالو. قال كاينين جوج حوايج، الخيار الاول هو يا اما غادي نرجع لداكشي اللي كنت فيه شحال هادي من الشعوذة وسحر وكلشي وغنترقى لواحد المقام اللي اكثر من هذا اللي كنت فيه قبل، ولا غادي نتوب لله ونبقى ندير حتى شي حاجه ولكن هادشي عنده العواقب ديالو لانه ما يبقى عندنا لا ولاد لا فلوس لا حياه مقاده حتى حاجه غادي ندمر تاع بصح. مراتو ما كانش في الاول كيدوي معاها ولا كيتحاور معاها بزاف يعني بقوه كانت كتشوف فيه كيدير داك الاعمال ديالو الخبيثه وداك التخربيق ما كانتش كتقرب ليه كاع كانت كتخاف على راسها. داك الشيء علاش اول مره فاش غتحاول معاه جاتو غريبه ان تقول ليه راه مزيان هادشي اللي درتي انا عجبني يعني توب الله يحسن لك وهادي بقات كتنصح فيه ودوي معاه وقال ليها هادشي كامل كنتي هازه في قلبك وساكته. قالت ليه ما كنتش كنقدر ندوي معاك حيت راه كنت خايفه من داك الشيء اللي كدير لي يمشي تلصقني شي حاجه صافي. قال ليها واخا صافي يعني غادي نتوب. هو شد في كلمته فريمون تاب ولكن من بعد داز واحد نقولوا يومين تقريبا اكزامبل ولدو اللي عنده 9 سنين بحال انه قالك تنفخ لي الجسم ديالو بحال كتنفخ شي كره ولا شي بالون بحال هكا وي بق بحال تفرقع عيني خرجوا ديك المنظر ما ننصحكمش انكم تخيلوا. ايوا دازت واحد المدة عاوتاني قصيرة
ولدو اللي عنده 6 سنين مات، تاهو مات واحد الموتة في شكل. جا الدور تاع المرأة، المرأة من بعد عام عاد ديك الساعة ماتت، وكان مشاني تعدك الإمام حيت سبب الموت ديالها شنو، هي كانت حاملة، والبروبليما فاش مشى داها للسبيطار راجلها الساحر داها للسبيطار باش انه يقلبوا هذاك الجنين حيت كان كينزف ليها هادي. قالوا لي الاطباء راه ما عداش حتى شي جنين كتنزف هادي. من بعد مشى داها لواحد البلاصه فين بحال هكا كيكونوا فيها ديك الناس بحال الامام، مشى عند الامام، مشى عند شي وحدين بحال هكا صحابو داكشي الناس اللي كيديروا الرقيه كيقراو القران. ملي تفاهموا مع داكشي اللي فيها لقاو انه شيطان ساكنه، وقال ليها باللي راه ما غاديش نخرج منها حتى وكان يرجع ما يبقاش زعما تايب لله ورجع على داكشي اللي كان فيه عاد باش غنخليه مرتو، ولا ما بغاش غادي نقتلوها قدام. وبطبيعه الحال مرتو قالت ليه شوف غير لا ما نموت زعما كاين هنا ونربحوا الاخره، ولا نربحوا الدنيا والاخره ما نربحوهاش. هي نصحته صافي وقال قالت ليه ما تستسلمش غير بقى تايب لله، خليني ندي معك هذا الاجر على الاقل الى متى غنكون نصحتك على دين الاسلام. هو صافي دار النصيحه ديالو. من بعد صافي يعني ديك المراه ماتت وداك الساحر تاب، ومن تم بقات كيوصلوا حتى شي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. كنتمنى ان تكون عجبتكم هذه القصه وعشتوا معايا اجواء اللي زوينه، وبصراحه ما سخيتش بكم. كنتمنى ان ديروا لايك في هذا الفيديو سي كومنت زوين باش نقدر نكمل لكم مازال بزاف القصص وبزاف انواع الفيديوهات جايين في الطريق. تهلاو في راسكم، تغطوا مزيان كي البرد. بيس.